طلاب الأعزاء، أسعد الله صباحكم بكل خير. نلتقي ولقاء جديد في مساق محاسبة مالية 2. إن شاء الله اليوم هنستكمل ما بدأناه في الفصل الرابع اللي بعنوان جرد الأصول المتداولة، وهنتناول آخر موضوع اللي هو موضوع جرد المخزون السلعي. طبعا المخزون السلعي هو عبارة عن السلع التي يمتلكها المشروع، تمام، سواء كان في شكل مواد خام أو مواد وسيطة أو مواد جاهزة أو بضاعة جاهزة عفوا، تمام، وبهدف إنه إعادة بيعها أو تصنيعها حسب نشاط الشركة. إذا كان نشاط تجاري فهو المخزون بتكون غالبا ما تكون بضاعة جاهزة بهدف إعادة البيع، أما إذا كان مشروع صناعي فغالبا ما تكون إما أن تكون مواد خام أو مواد وسيطة أو بضاعة وسيطة، يعني اللي هي تحت التشغيل بيسموها لسه غير جاهزة أو بضاعة جاهزة. طبعا كنا عارفين إنه بيجي آخر السنة، وزي ما إحنا عملنا جرد للأصول الثابتة والمصروفات والإيرادات، البضاعة كأحد أفراد أو أحد عناصر الأيتم بتاعت العناصر الأصول المتداولة، تمام، يجب أن يتم تحديد قيمتها بدقة، تمام. فبيتم أول شيء من خلال جرد الفعلي للبضاعة، تمام، وهو عبارة عن عمل جرد اللي احنا بنعرفه، الجرد التقليدي اللي انتوا بتشوفوه، تمام، انه بيجوا بياخدوا بيجوا على المخزن مثلا، بيصير ياخدوا اما عينات عشوائية للأعداد وبتأكدوا من وجود الأصناف المسجلة في الدفاتر، تمام، في حسب طبيعة نشاط المنشأة والعدد والحجم اللي في المخزن، اما ان يتم جرد كامل، تمام، او ان يتم اللي هو نظام ياخدوا كل عنصر موجود او كل صنف جوه المخزن يعملوا له جرد بالكامل ويتاكدوا انه العدد الموجود في الدفاتر مطابق للعدد اللي موجود في المخزن، او نظام العينات اللي هو نظام ياخدوا عينات عشوائيه اصناف معينه هيك بشكل عشوائي ويعملوا لها جرد كامل ويتاكدوا للمطابقه عشان يتاكدوا انه الاصناف الموجوده في المخزن هي نفسها المسجله في الدفاتر بشكل سليم 100%. طيب طبعا هاي البطاقة، تمام، اللي تسجل على أساسها قائمة الجرد، البطاقة الخاصة بالجرد، تمام، يكون اسم مكتوب اسم الصنف وإذا له مورد معين خاص فيه، الكمية اللي تم جردها والرصيد الدفتري وإذا فيه عجز أو زيادة، تمام، ويسجل قديش سعر التكلفة على المنشأة وسعر السوق، وطبعا يتم طبعا حسب قاعدة مبدأ الحيطة والحذر بيتم الأخذ بأقل السعرين، أي التكلفة أو السوق أيهما أقل. طبعا هذا الموضوع حكينا قبل هيك. طبعا نيجي بعدين بعد ما بيتأكدوا كل شيء بيجي لعملية تقييم بضاعة آخر المدة. طبعا عملية تقييم بضاعة آخر المدة إلها دور هام جدا، لأنه ينعكس تقييم بضاعة آخر المدة على إظهار تكلفة البضاعة المباعة أو تكلفة بضاعة آخر المدة بقيمتها الصحيحة اللي بنعكس في النهاية على ربح الشركة. وهن مديني مثال إنه البضاعة لشركة الاتحاد قدرت بـ40,000 والمحاسب أخطأ وأظهرها بـ60,000. لو إحنا اطلعنا شوف إيش هينعكس الموضوع. أول حاجة بينعكس الموضوع في النهاية، أنت في النهاية كمنشأة بهمك الربح. طلع أنت لما قيمت مخزون آخر المدة بـ40,000، تمام، كان الربح عندك 50,000، لك لما قيمته بقيمة أكبر من قيمته ضاعفت الربح. ليش؟ لأنه هان تظهر تكلفة البضاعة المباعة أقل من قيمتها، كل ما زاد مخزون آخر المدة بتكون تكلفة المبيعات أقل، وبالتالي التكلفة أقل فالعائد هيكون أكبر، تمام. طيب مش موضوعنا، موضوعنا الرئيسي هان اللي هو طرق تقييم بضاعة آخر المدة، تمام؟ طرق تقييم بضاعة آخر المدة. قال لك أول حاجة أنت لما بدك تحسب أول حاجة في نهاية الفترة بضاعة آخر المدة كيف تحسبها؟ بيقول لك بضاعة آخر المدة، طبعا احنا بنحكي عن وحدات عدد وليس قيمة، لسه احنا بنحكي عن عدد. قال لك هي عبارة عن بضاعة أول المدة زائد صافي المشتريات. إيش يعني صافي المشتريات؟ قال لك يعني اللي هي المشتريات ناقص مردوداتها، تمام، بالإضافة إلى ناقص صافي الوحدات المباعة، يعني الواحد المبيعات ناقص مردوداتها، تمام، وبعد ذلك، تمام، بيتم حصر الكمية الموجودة في المخزن ومقارنتها بسعر السوق لتسجيلها في الدفاتر.
طبعا اذا كان سعر السوق اقل بناخذ سعر السوق، لو كانت التكلفه علي اقل من سعر السوق بناخذ سعر التكلفه ايهما اقل، وبتثبت بقيد. تمام، لاحظوا معي، بتثبت بقيد الى من حساب بضاعه اخر المده الى حساب المتاجره. يعني لما هنصور حساب المتاجره هتظهر في الجانب الدائن لحساب المتاجره. طيب بس هيك؟ قال لك لا، قال لك اذا بضاعه اخر المده، لاحظوا شوفوا هي العنصر يمكن الوحيد اللي بيظهر، لو رجعنا هنلاقي انه العنصر الوحيد اللي مر علينا اللي يظهر مرتين، مره بيظهر في حساب المتاجره ومره بيظهر في حساب الميزانيه العموميه في جانب الاصول. يعني وهذا للاسف لما كانوا الطلاب يغلطوا فيها كانوا يرحلوها مثلا للمتاجره ويجي يعملوا الميزانيه ما يرحلوهاش للميزانيه، فولا تتوازن معهم الميزانيه. طيب طرق تقييم بضاعة آخر المدة، في عندي 3 طرق لتقييم بضاعة آخر المدة، بس أنا قبل ما أخش فيهم حابب أحكي في نوعين من طرق الجرد. تمام، في نوعين عندنا من طرق الجرد، في نظام اسمه الجرد الدوري وفي نظام اسمه الجرد المستمر. طبعا والطريقتين بيتم، أو النظامين هدول بيتم احتسابهم بناء على نفس الطرق هدول الثلاثة اللي احنا شايفينهم امامنا على الشاشة. طبعا الجرد الدوري اللي احنا هناخده الحين، طبعا هو جرد دوري اللي هو بيتم في نهاية الفترة المالية، يعني كل نهاية اخر سنة. تمام، بنعمل جرد للاصناف. تمام، وبيتم تقييمها بناء على الطريقة المستخدمة في المنشأة. طيب وفي الجرد المستمر، اللي هو الجرد المستمر هذا عبارة عن جرد محدث أول بأول، لا ينتظر لنهاية العام، الدوري في نهاية السنة، لكن الجرد المستمر أول بأول، أي حركة بتظهر أو بيتم عملها على الصنف على طول أبديت، أبديت تحديث على طول، فبديك إيش؟ إيش دخل؟ إيش طلع من المخزن؟ قديش رصيد؟ كميات وقيمة. طبعا إن شاء الله نوعا ما المستمر هياخدوه طلاب المحاسبة في مساق محاسبة التكاليف. تمام، اما في محاسبة 2 احنا هنكتفي هان بنظام الجرد الدوري. طبعا الجرد الدوري قال لي يتم احتسابه بطريقتين، اما طريقة الوارد اولا صادر اولا، تمام، واللي تعرف بالفيرست ان فيرست اوت اختصارا فايفو، وفي الطريقة الاخرى اللي هي الوارد اخيرا صادر اولا لاست ان فيرست اوت اللي هو اللايفو هنشوفها، وفي المتوسط المرجح اللي هي الويت افريج اللي هي دبليو اي. طيب الوارد اولا صادر اولا، من اسمها بيقول لك اللي بيجي في الاول بيطلع في الاول. تمام، اذا ايش نظرية القائمة في الطريقة الاولى؟ قال لك تقوم على اعتبار انه البضاعة التي تأتي في الاول او يتم شرائها في الاول او تدخل المخزن في الاول هي ما يتم خروجها في الاول عند البيع. تمام، يعني في نهاية المدة آخر أحدث بضاعة عندي أو البضاعة اللي أجت آخر إشي هي اللي بتضل رصيد آخر المدة. تمام، مثال قال لي إحنا خلال العام اشترينا من الصنف سين مثلا الكميات التالية، قال لي في أول السنة كان عندي رصيد مخزني 100 وحدة، كانت علي الوحدة بخمس، تم تقييمها ب5 دنانير. لما سكرنا حساباتنا السنة اللي قبلها قيمنا سعر السوق أو التكلفة أيهما أقل، لقينا إنه مهم السعر الأقل 5 دنانير، قيمتها 500 اللي هي 100 ضرب 5 500. طيب المهم، وفي 1/3 رحنا اشترينا كمان 400 وحدة بسعر 6 دنانير 2400، واشترينا في 1/6 300 وحدة 7 دنانير 2100، واشترينا في 1/12 200 وحدة بسعر 8 دنانير 1600 دينار. إذا يعني أنا خلال العام اشتريت 1000 وحدة قيمتهم علي طلعت 6600 دينار، قيمتهم كتكلفة، تكلفة أنا بحكي في التكلفة. تمام، في تكاليف، ما بحكيش بيع ومش بيع، ماليش في البيع، ركزوا في هذا الكلام لأنه بيجي سؤال لقدام هنشوف كيف هيحاول يلخبطك ويدخلك في البيع. إحنا ملناش في البيع، احنا مخزن وبنحكي عن كمية وصلت وقديش تكلفتها عليا. انا خلال العام اشتريت 1000 وحدة من الصنف سين قيمتهم عليا اجمالا كانت 6600 دينار.
طيب قال لي بفرض انه خلال العام اللي احنا هذا اللي هو عام 2009 ضل عندي في المخزن 300 وحده، يعني من الاخر كانه بقول لك انت اشتريت خلال العام 1000 وحده كان دخل عندك المخزن، تمام؟ اشتريت وكان عندك رصيد مخزني 100 واشتريت 900، يعني هي 1000 وحده من الصنف هذا خلال العام. ايش اللي صار فيه؟ قال لك ضل اخر السنه منه 300. ايش يعني ضل منه 300؟ معناها انه 700 وحده انباعوا، ما هي 1000، وين راحوا ال 1000؟ 300 ضلوا في المخزن، وين ال 700 راحوا؟ انباعوا، تمام؟ قال لك احسب لي تكلفه ال 300 وحده هدول اذا انت كنت تستخدم طريقه الوارد اولا صادر اولا. فجيت تشوفوا معي، احنا بناء على النظريه او طريقه الوارد اولا صادر الاول، ايش بتقول لي؟ بتقول لي اللي بيجي في الاول بروح في الاول، تمام؟ يعني اللي اجى في الاول القديم بنباع، واللي بضل اجدد شيء، تمام؟ تمام. مين اجدد حاجه عندي؟ طلعوا معي مين اجدد حاجه عندي؟ اجيت 300 وحده بدي اوزعهم. قال لك زي طريقه تقديم خصم الكميه، كيف كنت اوزع الخصم مشابهه لها. ايش؟ قلت له استنى، قلت له هم 300 وحده، احدث حاجه عندي اللي في واحد 12 200 وحده. قال لك اذا بدك تاخذ ال 200 هدول رصيد مخزني ضلوا من ال 300 على سعر 8. قلت له تمام. قال لي ايش اللي اقدم منها خطوه؟ قلت له اللي في واحد 6، مشتريات واحد 6 اللي على سعر 7 دنانير. قال لك قديش ضايل عليك رصيد مخزني؟ قلت له والله 300، في منهم 200 في واحد 12 بضل 100 في واحد 6. قال لك اذا هتاخد ال 100 تاعت واحد 6، تمام؟ فبتسجل 100 على سعر 7، فبيكون عندك الرصيد المخزني عندك، تمام، 300 وحده بسعر 2300 دينار، اللي هو 200 احدث اشي على 8، واللي اقدم منها درجه اللي هي 100 وحده على 7 دنانير، 700 بيطلع 2300 دينار. هي الرصيد المخزني عندي. شفتوا كيف؟ طريقه سهله وبسيطه خالص. باجي قديش الرصيد المخزني عندي؟ قال لي بتستخدم فايفو، بروح باجي من تحت. مين اخر اشي؟ هيو اللي في واحد 12 باخده بغطيني. قال لا والله لسه بدك كمان 100 وحده، باجي على اللي قبليه بخطوه. تعال قديش 300؟ بدي انا قديش منهم؟ بس 100، باخد ال 100 زي هيك. طيب قال لي طريقه الوارد اخيرا صادر اولا. هذه الطريقه عكس الطريقه الاولى. قال لك لا، قال لك يا عم اللي بيجي في الاخر هو اللي بيطلع، واقدم اشي هو اللي بضل، تمام؟ واقدم اشي هو اللي بضل. اذا في الطريقة الاولى بضاعة اخر المدة بتكون احدث سعر، لكن في الطريقة الثانية اللايفو لاست ان فيرست اوت بتكون اقدم الاسعار، تمام؟ تمام نشوف. قال لي على افتراض المثال السابق، تمام، على افتراض المثال السابق هاي، قال لك اعتبر حالك انت بتاخد طريقة الايش؟ اللايفو. قلت له اللايفو ببيع الاخير وبخلي القديم، مين اقدم شيء؟ قلت له هيو بضاعة اول المدة. قال لي هو ما دام لايفو معناها بده يخلي اقدم حاجة، مين اقدم حاجة؟ قلت له بضاعة اول المدة. قال لي طيب انا عندي 300 وحدة في المخزن، اقدم حاجة بضاعة اول المدة قديش؟ قلت له والله 100 وحدة. قال لي طب هي 100، قديش ضل في الرصيد المخزني بدي كمان؟ قلت له لسه بتضل علي كمان 200. قال لك بتاخدهم اللي اجدد درجة اللي بيجي بعديه، اللي هو مشتريات 1 3، باخد منه 200، يعني هاخد 100 على سعر 5 و200 على سعر 6، فتقيم بضاعة آخر المدة عندي. شايفين 100 في 5 ب 500، و200 ب 6 1200، 300 وحدة ب 1700 دينار. أما الطريقة الثالثة قالت لا، اللي هي هذه، تمام، الطريقة بتقول لك لا أنا باخد متوسط الأسعار، متوسط التكاليف. كيف؟ ولا حاجة. قال لك بتقسم، بتجمع، شايف العمود؟ شايفين؟ قال لك بتجمع هي الجدول عندنا اللي احنا اخدناه فوق. قال لك بتيجي وبتاخد سعر متوسط، تمام، سعر متوسط. طب من وين بجيب السعر المتوسط او السعر المرجح؟ قال لك بتقسم اجمالي قيمة البضاعة اللي اجت عندك على المخزن على العدد الوحدات اللي دخلت عندك المخزن. 6600 تقسيم 1000، تمام، هي قيمة على كمية، تمام، بيطلع عندك سعر متوسط 6600 تقسيم 1000 بيطلع عندك 6.6. قال لك 6.6 هذا سعر متوسط، اضرب فيه ايش؟
البضاعة آخر المدة اللي هي 300. شايفين؟ هيو بقسم 6600 على 1000 بيطلع 6.6. إذا تكلفة بضاعة آخر المدة عندي تمام بتقيم 6.6 ضرب 300 بيطلع 1980، وهيك بيكون تم تحديد كذا. طبعا بعدها لما تحدد وتعمل الحسبة تبعتك بتقيمها بسعر السوق، بتقارنها مع بعض، هذا اللي عندي طلع هذا سعر تكلفة. ركزوا معي، هذا تكلفة حسب الدفاتر، باجي بعدها بقارن بسعر السوق وبثبت القيمة الأقل، يا تكلفة يا سوق. يعني نفترض هن طلع 1980 وفي السوق 2000، باخد ال 1980. طب في السوق طلع 1900، باخد ال 1900. تمام، وبسجل قيد من حساب بضاعة آخر المدة إلى كذا وخلصنا. طيب مديني مثال رقم 20، قال لي عندي مشتريات شركة الضياء كانت خلال عام، هم من الصنف فاضل، دخل عندها المخزن، قال لي الصنف سين مثلا، قال لي في بداية العام رصيد أول المدة 200 وحدة على سعر 9 دنانير، قال لي 1800 دينار، قال لي على في 1/4 اشتروا 300 وحدة على سعر 10 دنانير، في 1/9 اشتروا 400 وحدة على حساب 11 دينار، في 1/12 اشتروا 100 وحدة على حساب 12 دينار، يعني إجمالي الوحدات اللي كانت عندي في المخزن 1000 وحدة، قيمتهم علي ب 10400 دينار. قال لي افترض ان هو ضل عنده في المخزن 400 وحده، تمام، قيم لي اياها بالطرق الثلاثه. انا بدي اشتغل، شايفين، بدي اشتغل طريقه طريقه من غير ما اشوف ايش الحل اللي تحت. انتوا افتحوا على الحل، انتوا افتحوا على الحل. اول حاجه طريقه الفايفو، الفايفو اللي هي وارد اولا صادر اولا، تمام. قال لي كيف بتشتغل؟ قلت له انه ببيع القديم وبخلي الجديد. وين الجديد؟ قلت له هيو اجدد اشي مين؟ قلت له 100 وحده في 1/12. قال لي طب انت بدك كم وحده في المخزن؟ قلت له عندي 400. قال لي اذا هتاخد ال 100، تمام، هي 100 ضرب 12 هي 1200. طيب قلت له في 300 احساب، تمام، احساب 11 بدي اخد من ال 400 هدول، انا خاسس عندي قديش ضل؟ راحوا 100، ضل 300، بدي اخدهم من ال 400 هدول. اذا هاي الآلة الحاسبة لو بدنا نطلعها، تمام، الآلة الحاسبة هاي 300 ضرب 11 زائد ال 100 في 12 1200، بيطلع عندي بضاعة آخر المدة ب 4500. هذه بطريقة الوارد أولا صادر أولا. طب لو قال لي بالوارد أخيرا صادر أولا، قلت له بس هبيع الجديد وأخلي القديم، مين أقدم إشي؟ قلت له بضاعة أول المدة، تمام، بضاعة أول المدة. قال لي انت قديش عندك؟ 400. قال لي هي اول 200 احساب 9. قلت له هاخد كمان 200 احساب 10، 200 في 10 ب 2000 و200 في 9 ب 1800، هي 3800، تمام، 3800. اما الطريقه الاخيره فهقول له المتوسط المرجح بدي اقسم القيمه على الكميه، 10400 تقسيم 1000، تمام، بيطلع عندي 10.4. 10.4 ضرب 300 ضرب 400 وحده، هي 10.4 ضرب 400 وحده بيطلع عندي 4160. هذا كله انا بحلو انا مش شايف. هي اول طريقه 4500 مظبوط، الطريقه الثانيه قلنا 3800 مظبوط، والطريقه الاخيره بتطلع 4160، تمام، تمام. وهذا سعر التكلفة، بنقارنه بسعر السوق المظبوط، بنعتمده الأقل طبعا، بنعتمده من حساب بضاعة آخر المدة إلى حساب المتاجرة. طيب نيجي لنقطة أخيرة اللي هو في حالة إذا كان في عندي عجز في البضاعة الموجودة في المخازن، لو اكتشفت إن أنا عندي عجز، تمام، قال لك بدك تسجل قيمة العجز، يعد العجز كخسارة ويعامل معاملة المصروف. فاذا وجدت عجز مثلا ب 500، يعني مثلا قول 100 وحده والوحده بخمس دنانير، تمام، هاي علي 500 دينار عجز، ما بقول من حساب العجز، تمام، الى حساب البضاعه، بخفض قيمه البضاعه. هان شايفين الرصيد المخزني بخفض البضاعه مدينه اصل، لما خفضها عشان في عجز بتصير دائنه، وبيظهر عندي حساب العجز في البضاعه، وفي نهايه السنه بغلقه زي المصاريف، تمام، هو مدين، لما اغلقه بخليه ايش؟ دائن.
وبهيك بنكون نهينا ان شاء الله الوحدة ايه الرابعة ان شاء الله. طبعا هنلحق ان شاء الله، وهننزل كمان حل تمارين بعض تمارين الوحدة بالتوفيق ان شاء الله، بالاضافة الى نشاط للطلبة.